أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. سنتوقف في هذا المشهد عند محورين، عنوانه الرئيسي الذي سينبثق منه هذه المحاور مشاركة الرئيس السيسي وانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. كيف كانت هذه المشاركة؟ كيف كان الحديث عن الملف السوري؟ وهل نستطيع أن نتوقف عندما أطلق عليه تحول في مسارات التعامل مع الأزمة السورية ثم حديث أو كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شقها المرتبط عن سياسات وثوابت الدولة المصرية؟ ما توقف عنه أو عنده الجميع هو الحديث والرسالة التي وجهت إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية. لماذا وجهت ولماذا وجهت بهذه الطريقة؟ سنفرد هذه المساحة الحوارية لتحليل هذه الأجزاء وأي تفاصيل أخرى مرتبطة بما أطلق عليه تحديد الأولويات المصرية فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وباسمكم أحيي الدكتور محمد عز العرب، وهو الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك. تحدثت هنا عن شقين، الشق الأول المرتبط بالتحول في الملف السوري. التحول أصبح واضحا، ولكن كيف استطعت أن تتوقف عند النقاط التي تحدث بها زعماء العالم، أو بمعنى أدق الفاعلين في هذه الأزمة؟ كيف التقطت هذا؟ يعني من الواضح أن الرؤية المصرية فيما يخص خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه سواء الموجه في الأمم المتحدة للتعبير عن كلمة مصر أو مداخلته المرتبطة بالأزمة السورية للتعبير حول رؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الصراع الممتد منذ أكثر من 5 أعوام. أول حاجة أن الرؤية المصرية تتحدث بوضوح عن التسوية السلمية للصراع السوري، لا سيما وأنها خلال السنوات الخمس الماضية لم يستطع أي من طرفي الصراع، سواء كان قوات الجيش النظامي برئاسة بشار الأسد أو قوة المعارضة السورية المسلحة، أن يحسم أي من الطرفين الصراع لصالحه، بل الأكثر أن كل طرف من هؤلاء الطرفين الرئيسيين، أنا لا أتحدث هنا على الفواعل المسلحة الإرهابية التي تعبث داخل الأرض السورية، تحسم لصالحه. وبناء عليه كانت رؤية الرئيس السيسي أن كل طرف، سواء كان طرف إقليمي أو طرف دولي، يراهن على استخدام القوة المسلحة لحزم هذا الصراع فهو خاسر. أضف إلى ذلك أن كل طرف سواء دولي أو إقليمي يراهن على إدماج التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة داخل العملية السياسية السورية فهو واهم. وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية مصرية تشير إلى عدم صفرية الصراع الداخلي السوري. طب اسمح لي وفي ذات الحديث، في أي إطار وفي أي نقطة من هذه المعادلة تقف هذه الرؤية المصرية؟ هل تتفق الرؤية أم تختلف مع الفاعلين الإقليميين؟ أولا هناك يعني اختلاف كبير جدا حينما نشير إلى أحد الفاعلين الرئيسيين داخل الأزمة السورية وهي الرؤية التركية. مصر تختلف معك بشكل كبير حتى بعد تعديلها؟ الرؤية التركية لا تتعدل، تتحدث عن التعديل من خلال مدلولات لفظية، لكن السياسات العملية تسير في اتجاه عكسي. أتوقف هنا، ولماذا هذا التقارب ما بين تركيا وبين روسيا؟ وروسيا معروف أنها تسير في هذا الاتجاه باتجاه حماية سوريا من وجهة نظرها وحماية مصر. نحن نتحدث عن مصالح استراتيجية أخرى تتعلق بمكون السياحة في دعم الاقتصاد التركي، محاولات تقارب من جانب روسيا لا سيما مع تركيا، لا سيما وأن تركيا كانت من الدول الرئيسية الداعمة للموقف التركي فيما يخص تورط أفراد من القوات المسلحة في عملية الانقلاب. النقطة الثالثة تتعلق بمساحات تقارب ربما رسائل لأطراف أخرى، يعني حينما تدخل دولة مثل المملكة العربية السعودية والتحفظات التركية حول موقف الرياض على سبيل المثال من العملية الديمقراطية الداخلية. أضف إلى ذلك الدولة التركية في تلك المرحلة استطاعت أن تجرب معاداة روسيا، خاصة في ظل عدم دعم الولايات المتحدة لها خلال الفترة الماضية. دكتور، يعني أنا
كنت أتمنى أن نغوص أكثر في هذه التفاصيل، ولكن يعني حتى لا نأخذ منحا مختلف عن مسار الحوار. أنت هنا تحدثت أن رؤية مصر تختلف عن رؤية تركيا، حاولنا أن نشرح هل هناك تعديل في رؤية تركيا أم لا؟ تختلف عن الرؤية السعودية أيضا. ما هي الرؤية السعودية في هذا الإطار؟ الرؤية السعودية المطروحة طوال الوقت التي تشير إلى ضرورة عدم وجود بشار الأسد ضمن أبعاد العملية الانتقالية السورية، أو حتى في حال وجوده مستقبل سوريا السورية أسف. أو حتى في حال بقائه يظل لفترة انتقالية لا تزيد عن 6 أشهر. أضف إلى ذلك تشير إلى دعنا نتحدث عن سوريا بلا بشار، في حين إلى أن الرؤية المصرية تشير إلى أهمية التسوية السلمية بحيث تشمل كل والحفاظ على مكونات الدولة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإدماج مختلف الأطراف. ولكن هنا مصر تتفق مع تركيا، تركيا لا ترغب في أن ينفصل الأكراد، وبالتبعية هناك التقاء غير متفق عليه. هو ربما الالتقاء فيما يخص ضرورة أن تكون هناك تفاهمات ما، خاصة في ظل الاجتياح التركي لبعض المناطق في الشمال السوري. نعم. لكن هذه النقطة ليست كما تقول أنقرة الغرض منها مواجهة تمددات داعش، بقدر ما هي كما أشرت حضرتك مواجهة التوغل الكردي وعدم قيام دولة كردية سواء كانت من سوريا أو من تركيا أو حتى من إيران. طب تحدثنا هنا عن السعودية وهي أحد اللاعبين الإقليميين البارزين في هذه الأزمة وتركيا، الرؤية المصرية تختلف أو تتفق مع من غير هؤلاء؟ مختلفة مع الرؤية الخاصة بقطر تحديدا، خاصة وأن قطر رغم أن كانت لديها علاقات استراتيجية بارزة مع سوريا قبل الحراك الثوري في 2011، ولكن تغيرت المعادلة لا سيما بعد الرهان القطري على صعود تيار الإسلام السياسي وفي قلب منه جماعة الإخوان المسلمين، وفي أحد محطاته المحطة السورية. تختلف معها في دعم بعض القوى المعارضة المسلحة التي تعتبر إرهابية مثل جامعة جبهة فتح الشام. اسمح لي أنا حتى أن أتفق في هذا الحوار أن تكون إجابتنا قصيرة ومقاطعاتنا كثيرة حتى نستطيع أن نستوضح هذا الملف الشائك الذي به قدر من اللبس. إذا وضعنا قطر ووضعنا مصر، ما هي مواطن القوة هنا ومواطن القوة هنا، خاصة بكلمة أمير قطر حين تحدث عن ليبيا ودور مصر في ليبيا؟ قطر جغرافيا بعيدة عن سوريا وقطر جغرافيا بعيدة عن ليبيا، ما هي أدوات تأثير قطر في هذه الملاعب؟ قطر أحد أدوات قوتها أن نحاول أنها تدعم بعض جماعات الإسلام السياسي منذ الثورة الليبية في فبراير 2011، بل أن قطر كانت أحد الداعمين الرئيسيين لتفكيك التحالفات الداعمة للنظام العقيد معمر القذافي، فكانت أحد أدواتها هي القوة المالية من خلال الدعم القوة الثورية المحسوبة على فصيل الإسلام السياسي. أضف إلى ذلك أنها كانت هناك تنسيق قطري تركي فيما يخص تلك التيارات الإسلامية المسلحة من خلال الدعم العتاد العسكري وتصدير المقاتلين الذين كان يتم تدريبهم في بعض المناطق وتحديدا في سوريا بغرض جلب المقاتلين، لا سيما في ظل حدود رخوة لم يكن هناك قدرة من جانب النظم أو الحكومات. نحن نتحدث في حالة ليبيا عن سيادة متعددة ولاعبين متعددين. أعود هنا للموقع الجغرافي، إذا كانت هذه أدوات قطر، ما هي أدوات مصر في الصراع السوري وأدوات مصر في الصراع الليبي؟ أدوات مصر في الصراع الليبي تتمثل في النفوذ الذي استطاعت القاهرة أن تبنيه خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا في مناطق الشرق والجنوب الليبي، علاقات وثيقة مع أبناء العشائر والقبائل، المؤتمر الذي استضافته القاهرة في مايو من العام الماضي 2015، الدعم الذي تقدمه مصر سواء بشكل لوجستي أو بشكل سياسي لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى وجود نوع من التفاهمات مع بعض القوى الإقليمية لدول جوار ليبيا وتحديدا الجزائر، لا سيما في ظل وجود علاقات مع
أبناء المؤسسة العسكرية في الجزائر وأبناء القبائل والتي لديها امتدادات في منطقة الغرب الليبي. في منطقة الغرب الليبي. أضف إلى ذلك أن هناك مصادر قوة لليبيا لمصر في ليبيا من خلال التعاون الاستخباراتي مع اثنين من القوى الأوروبية المهتمين بالملف الليبي بشكل رئيسي، وتحديدا إيطاليا وفرنسا أحسن. لا سيما فأن هؤلاء هاتين البلدين يهمهما موضوع تمدد الإرهاب وتدفق اللاجئين. فيما يتعلق بسوريا، ما هي مواطن قوة مصر في سوريا؟ مواطن قوة مصر في سوريا أولا كذا بعد. البعد الأول، هل في البداية هناك موطن قوة؟ هل في البداية هناك موطن قوة لمصر؟ موطن قوة نسبي. الموطن القوة مرتبط أنه لا توجد أجندة محددة خاصة لمصر في سوريا. حينما نتحدث عن مختلف القوى الإقليمية، وأقول هنا بوضوح تركيا، قطر، حتى المملكة العربية السعودية لها أجندة مسبقة من المعادلات الحكم. لكن مصر ليس لديها مواقف مسبقة، ليس لديها أجندة محددة، لديها هدف محدد يرتبط بالمسار الحاكم لكل الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، وهو الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة. السؤال، وأعتذر هنا للمقاطعة المتكررة، مصر علاقتها ليس على ما يرام، على الأقل هذا هو العنوان الدبلوماسي الكبير مع إيران، وإيران هي أحد الفاعلين الرئيسيين الداعمين للرئيس بشار الأسد. وفلسفيا فكرة الحفاظ على الكيان السوري قد تفسر ضمنيا أن مصر تدعم بشار الأسد، هكذا يقال ممن ينتقد مصر في سوريا. كيف تفسر لي هذه المعادلة؟ موقف مصر واضح ليس فيما يخص في سوريا، وإنما خاص بالمعادلات الاستقرار في بؤر الصراعات العربية المزمنة. أولا الحفاظ على، أولا دعم مؤسسات الدولة أو المتوقع بها في سوريا، في ليبيا، في اليمن. النقطة الثانية عدم منح أي معاملات تفضيلية أو موضع في معادلات الحكم خلال المراحل المقبلة، سواء بما يخص الميليشيات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية، وهو ما وضع في خطاب سيادة الرئيس خلال الجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة. النقطة الثالثة أن مصر لم يورد لها مؤشرات لدعم أو التحالف مع المتطرفين داخل هذه البؤر الصراعية، مثلما حدث في الكثير من القوى الإقليمية الأخرى. النقطة الثالثة مرتبطة بالمحاولات المصرية المستمرة للتعامل مع سلمية الصراعات الإقليمية وليس الاتجاه إلى عسكرتها. طيب، هذا هو الشق الأول، المحور الأول، الحديث عن الثوابت المصرية فيما يتعلق بالأزمة السورية، وكانت لماما تحدثنا بها في الشأن الليبي، ولأنه خطاب الرئيس إذا فرغ هذا اللقاء سنضع ثوابت مصر في هذه الأزمات. أما ما تم رصده أو على الأقل تم التقاطه ثم تحديده بتوجهات مختلفة، هي خروج الرئيس السيسي عن نص الكلمة التي قالها نصا، وحديثه الذي وجهه إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية. ابتداء، لماذا فعل الرئيس هذا؟ أولا هناك رؤية مصرية خلال الأشهر الماضية لضرورة تحريك العملية السياسية، وبما أن العملية السياسية لديها طرفان، طرف إسرائيلي وطرف فلسطيني، ومن المعروف أن الطرف الإسرائيلي كان دوما لا يريد الدخول في مسارات تسوية، لا سيما وأن هناك رؤية، ربما رؤية الرئيس السيسي قريبة من رؤية الرئيس السادات الذي كان يرى دائما أن يمكن أن نجني بالحرب بالسلام ما نستطيع أن نجني بالحرب أو لا نستطيع، بمعنى أن السلام يمكن أن يكون مدخلا للتعامل مع إسرائيل ويؤدي إلى استعادة الأرض المحتلة، سواء بالنسبة لمثل ما حدث مع مصر أو حالة الأردن، لأن هذه هي التجربتين الوحيدتين في استعادة الأرض، رغم أن كان المعسكر الآخر هو الأكثر تشددا حينما استعادت مصر أراضيها من سيناء في نهاية السبعينات وأول الثمانينات بعد حرب أكتوبر. كان ذلك في عهد إسحاق شمير، وكانت من أكثر عتات التشدد
داخل إسرائيل. فكانت رؤية الرئيس السيسي بهذا السياق هي دعوة أو كما أسماها بدء صفحة جديدة، لا سيما وأن أبعاد عدم الاستقرار الإقليمي سوف يطول كل دول الإقليم مهما كان درجة قربها أو وعدها، كما أشرت حضرتك بتتكلم حوالين درجة مصالح الدول. نحن هنا نقدم تحليلا لهذه الكلمة، ما الذي استدعى الرئيس السيسي أن يخرج عن السياق وأن يخرج عن الكلمة المكتوبة ويوجه هذه الكلمة التي لم تكن مرتبة وكانت ارتجالية وصفق لها مرتين؟ لماذا اختار هذا النموذج في أن يوجه كلمته إلى الشعب الإسرائيلي؟ كيف حللت هذا؟ أولا هناك عدة اعتبارات. الرئيس السيسي في غالبية كتاباته سواء المقدمة للشأن المحلي أو الإقليمي أو الدولي دائما ما يرتجل، ولا دائما يتخذ من الكلمة المكتوبة منطلقا لأفكاره أو التعبير عن تصوراته. النقطة الثانية، هذه أداة ذكية في أدوات تحليل المضمون، لأنه هو بهذا يوجه رسالة ليس فقط للشعب الإسرائيلي، للعالم الحاضر، للعالم الحاضر خاصة وأنه كل حاضر بشرقه وغربه. النقطة الثالثة أنه يعطي فرصة أيضا للجانب الآخر، ليس لإسرائيل فقط وإنما للطرف الآخر في المعادلة وهو الطرف الفلسطيني الذي لديه خلافات ومشكلات سواء داخل الحركة الواحدة مثل فتح أو في العلاقة ما بين أكبر قوتين على الساحة الفلسطينية فتح وحماس. هناك من قال بخلاف من انتقد نستطيع أن نعرف وجهة نظري، ولكن نحن هنا نحلل في الشق الوسطي. هناك من قال أنه هناك قدر من الإحراج للقيادة الإسرائيلية التي توصف من بعض الأوساط التي تحلل هذا الشأن أنها متشددة أو لها من الشروط ما يعجز إتمام هذه المصالحة. هل تتفق مع هذا؟ جزئيا، يعني في جزء منه ربما بيعطي اتجاها محددا لما سوف يكون عليه السلوك الإسرائيلي، لا سيما في ظل استمرار سياسة الاستيطان، محاولة حصار الشعب الفلسطيني، لدرجة أن أدبيات البنك الدولي تتحدث عن السجن الكبير الذي تكون عليه حالة مثل قطاع غزة. وبالتالي المسألة ربما تمثل إحراجا في حال ما إذا كان السلوك الإسرائيلي غير متجاوب مع تلك الرؤية. طيب، في إطار هذه الكلمة موقعها أين هي من مبادرة موسكو في أن تجمع الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ هناك تنسيق مستمر من جانب مصر سواء مع بعض القوى الإقليمية الداعمة لتحريك عملية السلام وخاصة مع المملكة الأردنية الهاشمية. أضف إلى ذلك أن هناك تنسيق مصري فلسطيني فيما يخص مكان ما، لا سيما بعد طرح المبادرة الفرنسية والمحاولات المصرية، ولكنها لم تنجح. لم نستطيع أن نقول أنها لم تنجح، ولكن تأتي في مناخ ربما. أنا لم أقول أنها فشلت، ولكنها لم تنجح. ما هي لم تنجح؟ لم تنجح في 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 جمع هؤلاء في إطار تفاوضي يجتمع فيه الفاعلين الرئيسيين أو يجتمع فيه الفاعلون الرئيسيون. ربما المرحلة الماضية كانت هناك قدر من الخلاف فيما يخص رؤية دول عربية مهتمية بالملف الفلسطيني، وهي الرؤية المصرية الإماراتية الأردنية مع الرؤية الفلسطينية، ليست فيما يخص دخول موسكو كطرف دولي رئيسي مهتم بالعملية التفاوضية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنما لاعتبارات تتعلق بترتيبات أوضاع داخلية تسبق الانتخابات البلدية التي كان يفترض أن تجرى في 8 أكتوبر المقبل، لا سيما وأنه الفشل الفلسطيني في تحقيق وفاق داخلي حمساوي بالإضافة إلى وفاق فلسطيني ما بين فتح وحماس سوف يؤدي إلى إعادة استنساخ الوضع قبل سيطرة حماس على قطاع غزة. وبالتالي هناك دعم من جانب مصر. حضرتك لماذا تربط ما بين المحاولات الدولية في إقامة سلام ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين وما بين الشأن الداخلي؟ الدول الغربية ليست فاعلة بشكل أو بآخر في الشأن الداخلي وليس لها هذه القدرة التأثيرية على حركة حماس. دانيا أتحدث عن أعمال مترابطة وليست عمليات منفصلة. أعمال مترابطة بمعنى أن القوى الإقليمية تستطيع من خلال أدوار محددة
في التعامل مع بعض الأوضاع الداخلية الفلسطينية، لا سيما أن مسألة الفصل التحكمي لم تعد قائمة. أضيف إلى ذلك أن القوى الدولية يفترض أن تكون لديها قدر من الضغوط، لا سيما بالنسبة لواشنطن وموسكو، إن كانت لديها الرغبة أو الإرادة لتحريك هذا الملف، خاصة وأن مسألة عدم الاستقرار الإقليمي، سواء التوتر داخل دول الإقليم أو استمرار الصراعات الداخلية المسلحة أو التوتر المزمن المستمر ما بين طرفي المعادلة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سوف يؤدي إلى عدم الاستقرار الشامل الذي يضر كل الدول ويدعو إلى منح الكثير من التهديدات لأن تترك بتأثيرتها على أمن كل الدول. نعم، تسامحني إذا قلت أنني لم أقتنع بالحديث عن تفسيراتك لماذا تقدمت موسكو لهذه المبادرة. أتحدث هنا عن شقين، أتحدث عن موسكو روسيا الاتحادية. حضرتك لم تسألني عن موسكو. طب أعود، لماذا طرحت موسكو هذه المبادرة التي أرادت فيها أن تجمع أبو مازن ونتنياهو؟ هذا كان سؤالي في السابق. واسمح لي أن أضيف، فضل. فرنسا تحدثت، هي الأخرى أرادت أن تصنع ذلك، وكان هناك اعتراض في إطار تصريحات من جون كيري أنه سيحضر أو لا يحضر في هذه القمة، وكانت تلميحات سلبية في إطار هذا الاجتماع في فرنسا. لدينا فرنسا ولدينا روسيا ولدينا مصر في هذا الملف. ما الذي دعا فرنسا إلى الخروج؟ وما الذي دعا موسكو إلى الخروج؟ وما الذي دعا مصر إلى الخروج؟ أين هما من بعضهما البعض؟ هل هي مبادرات منفردة أم منسقة أم إنها في ترتيب متزامن منطقي متفق عليه بين هذه الدول؟ يعني دعني أجاوب على الموضوع من شقين. الشق الأول مرتبط بالدوافع الخاصة بكل دولة على حدها. بالنسبة لسؤال حضرتك، دوافع موسكو، أولا تلك المرحلة تؤدي إلى صعود البتونية الجديدة إلى الشرق الأوسط، لا سيما في ظل ارتباك أمريكي في التعامل مع تفاعلات الإقليم وعدم رغبتها إلى مزيد من التدخل في تفاعلات الشرق الأوسط. هذه واحدة تتعلق بالرؤية الرؤية الروسية للدخول الشرق الأوسط بشكل مختلف، لا سيما في ظل فراغ أمريكا. النقطة الثانية تتعلق أن هناك طلب إقليمي من فواعل رئيسية على هذا الدور الروسي، وبالتالي يفرغ كل الدعاوى من فكرة الانحياز لواشنطن أو الانحياز للرؤية الإسرائيلية. النقطة الثالثة تتعلق بأن هناك مصالح من جانب الدول الرئيسية الداعمة للدور الروسي، وتحديدا الدور المصري، الدور الأردني، الدور الإماراتي، فيما يخص أن يكون هناك قوة داعمة نسبيا لمصالح شرق أوسطية فيما يخص الأزمة الفلسطينية، توازن الانحياز الأمريكي الواضح للرؤية الإسرائيلية. أما فيما يخص الرؤية الفرنسية، من الواضح أن الرؤية الفرنسية لتفاعلات الشرق أوسطية أن هناك فراغ ليس في الدور الغربي وإنما في الدور الأوروبي، وتحديدا من جانب فرنسا وألمانيا للتفاعلات الشرق أوسطية، خاصة في ظل أن تفاعلات الشرق الأوسط أصبحت قريبة للغاية من الأمن الفرنسي، لا سيما بعد الإرهاب القادم إلى فرنسا. أضف إلى ذلك أن هناك مخاطر رئيسية بدأت تدق أبواب فرنسا وغيرها من العواصم الأوروبية في ظل الاستمرار الإهمال لبعض القضايا الرئيسية زي القضية الفلسطينية. هيؤدي ذلك إلى نمو التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود التي ليست قادمة من اتجاه بعينه وإنما قادمة من الإقليم ككل، وبالتالي تحاول فرنسا أن تقدم مبادرة، وهذا هو السبب الثالث لمحاولة تحقيق ما عجزت عنه دول أوروبية كثيرة، لا سيما وأن هناك قطاعات من الرأي العام الفرنسي وبعض الدول في شرق أوروبا والدول الإسكندنافية داعمة للحق الفلسطيني. جميل، اسمح لي هنا، تحت أي بند تتحرك هذه الدول؟ وهل هذه الدول تعي؟ أنا السؤال الأول أرجو أن نركز فيه، تحت أي بند تتحرك هذه الدول؟ وأنت جاوبت لماما عن محاولة موسكو الدخول إلى الشرق الأوسط، عن أسباب فرنسا إلى آخره. وهل هذه الدول حين تطرح مثل هذه المبادرات تعي أنه لا فرصة لإقامة سلام بين إسرائيل وبين الفلسطينيين دون المصالحة داخلية؟ هذا شق. الشق الثالث استنادا إلى أحاديثك الثلاثة حول تشريحك أو إجابتك لهذا السؤال،
وهل القوى الإقليمية الفاعلة مع حركة حماس، أتحدث عن دولة مثل قطر، إيران وغيرها من الدول الفاعلة إقليميا أو الراغبة في الدخول على الساحة الإقليمية، هل هذه الدول توافق على هذا أم ترفض هذا؟ عليك أن تجيب على ثلاثة في شق واحد. طب نجيب الأولاني عشان يعني مش أرجو أن أكون بإجازة. لا أنا عايز حضرتك تقول لي السؤال الأولاني فأقدر أقوله. أنا هنا مطرح سؤال. ما هو أنا لا أطرح سؤال، أنا أطرح وجهة نظر في صيغة ما يطلق عليه سؤال. هل ستسمح القوى الفاعلة مع حماس والتي تعارض مصر والتي تقف مع ضد روسيا في سوريا وفرنسا؟ الإجابة لا. لن تسمح. لن تسمح. ما هو العمل؟ العمل هو محاولة خلق دعم للممثل الشرعي للكيان الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية، وفي القلب منها حركة فتح. محاولة التواصل بشكل مستمر مع القوى الداعمة للاستقرار خاصة من جانب المملكة العربية السعودية. من يدعم أو من يختار هذا؟ من يختار أن يتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية وأن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية هي أحد أدوات أو مفردات المصالحة بين فتح وبين حماس؟ أنا زي ما قلت حضرتك في البداية، مصر داعمة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح بشرط إجراء تحولات داخلية تستوعب كل أطرافها حتى بما فيها الأفراد الذين تم فصلهم وحتى يعودوا مرة أخرى. وبالتالي الإطار المصري قايم حول ليس تدخل في الشأن الفلسطيني بقدر ما هو معالجة أعوار داخلية بما يساعد على تحقيق وفاق فلسطيني داخلي، لأنه ليس كما أشرت حضرتك أنه دائما ما تكرر إسرائيل أنها ليس لديها شريك واضح ومحدد يمكن التعامل معه من جانب الفلسطيني. نعم. سؤالي الأول الذي لم يكن سؤالا ولكن كان طرحا في خلال مجموعة من الأسئلة، وأنت أجبت إجابة واضحة بأنه لا، لن تسمح القوى الإقليمية الفاعلة الداعمة لحماس بأن يتم هذا بعيدا عن رؤيتها، وإذا كانت القوى الغربية تعلم ذلك، لماذا تطرح مبادرات تعلم أنها ستفشل؟ أولا هناك أسباب عديدة فيما يخص أو الدول الأوروبية ما يحركها فيما يخص طرح بعض المفردات، مسألة عدم تصوير الأمر وكأنه مرتبط باحتقار الولايات المتحدة لتفاعلات المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، وأن هناك أدوار أخرى أوروبية تقودها فرنسا أحيانا، تقودها ألمانيا في أحيان أخرى لتفعيل مسألة الاستقرار. النقطة الثانية ترتبط بتخوف القوة الأوروبية وتحديدا دولة مثل فرنسا بأن الشرق الأوسط لا يتم الاهتمام به إلا فيما يخص تأمين مشكلة اللاجئين أو التعامل مع التهديدات الإرهابية، وإنما تحاول القوة الأوروبية وتحديدا فرنسا أن تشير إلى أنها لديها اهتمامات ولديها مصالح في الشرق الأوسط تتعلق بتحقيق الاستقرار في مجمله ومنها المسألة الفلسطينية. النقطة الثالثة أن هناك قوة شريكة لفرنسا متحاورة معها بشكل مستمر ومنها مصر تحديدا تحاول، لذلك تلاقي حضرتك أن هناك كان تواكب وليس تزامن ما بين المبادرة الفرنسية التي تم طرحها للسلام في الشرق الأوسط وبين دعم مصر للحوار الفلسطيني والزيارات التي قام بها السيد سامح شكري رام الله في نهاية مايو بغرض إحداث وفاق فلسطيني داخلي. إذن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي معنا الآن عبر الهاتف للحديث عن هذا الشق. دكتور مصطفى تحياتي لك. أهلا بكم، تحياتي لكم. دكتور نتحدث في إطار محلي ولكن سنتحدث هنا أو سنخرج بهذا السؤال إلى الإطار الإقليمي وتحديدا فلسطين. كنا نتوقف في هذا الحديث عن كلمة الرئيس الفلسطيني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من شقين، الشق السوري والشق المرتبط بفلسطين وحديثه إلى الجانب الإسرائيلي شعبا وقيادة. في تقييمك لماذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الكلمة بهذا الشكل بهذا الخروج عن النص إلى الشعب الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية في تحليلك كما تلقيتها؟ باعتقادي لأنه المطلوب أن يعرف المجتمع الإسرائيلي أن المسؤول عن عرقلة الأمور وإثارة المشاكل هي حكومة إسرائيل.
وطبعا وخصوصا في نقطة التركيز على موضوع الاستيطان، لأنه المسؤول عن التوسع الاستيطاني هي حكومة إسرائيل ونتنياهو شخصيا، والتوسع الاستيطاني هو الذي يقتل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي يقتل حل الدولتين. ونتنياهو الحديث أيضا ربط موضوع الاستيطان أيضا بموضوع المبادرة العربية، أجهر أيضا برأيي للإيضاح للجميع بما في ذلك للإسرائيليين أنفسهم أن الذي يعارض المبادرة العربية هي إسرائيل. بالتالي أنا في كل هذه الخطابات تركيز في تحميل المسؤولية لنتنياهو وحكومة إسرائيل التي ترفض التقيد بالقانون الدولي وترفض التقيد بما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المشكلة القائمة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. طب دكتور مصطفى، نحن هنا نتحدث عن سلسلة من المبادرات الدولية، حديث من فرنسا ثم حديث من موسكو، وستتوالى الأحاديث عن إقامة السلام ثم إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا هو الهدف الأكبر الذي تتحدث عنه كل القيادات. ولكن في تقييمك، هل تصح هذه المبادرات في ظل عدم قدرة على جمع الوئام مرة أخرى داخليا بين حركة فتح وحركة حماس والوضع القائم في قطاع غزة؟ هل من فرصة لإقامة سلام وإقامة دولة فلسطينية في ظل هذا الوضع؟ قضية الانقسام الداخلي قضية أساسية لابد من حلها، ولا يمكن أن تحل إلا أساس ديمقراطي بإعطاء الشعب حق الانتخاب، لكن هذا ليس السبب الذي يعطل التقدم في الوصول إلى حل. السبب الرئيسي لو كان يعني ما كان لنا حالة لم يكن فيها انقسام، ومع ذلك إسرائيل كانت متعنتة. اتفاق أوسلو وقع منذ 23 عاما ومع ذلك لم تنفذ إسرائيل، وبالعكس أمعنت في التوسع الاستيطاني قبل وبعد الانقسام. لذلك الانقسام ليس سبب في عدم التقدم، ولكن الانقسام سبب في ضعفنا. وأنا برأيي كل المبادرات الخارجية لن تنجح سواء كانت فرنسية أو غير فرنسية إلا بتغيير ميزان القوى أولا، وتغيير ميزان القوى يتطلب تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال، ويتطلب تصعيد المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، ويتطلب أيضا توحيد الصف الوطني بأسرع وقت ممكن. يعني أنت لا تؤمن بهذه المبادرات في ظل عدم وجود قوة أو فرض سيطرة حتى تجبر إسرائيل على أن ترضخ لإما مبادرات داخلية أو مبادرات خارجية؟ هل هذا دون حديث؟ بدون ضغط خارجي مباشر على إسرائيل لن يحدث تغيير حقيقي وجوهري. تحياتي لك دكتور مصطفى البرويثي، وأنت أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا لك. كيف تقيم هذا الحديث؟ يعني أتفق معه جزئيا واختلف معه جزئيا. أتحدث يعني نبدأ بالاختلاف، فيما تختلف؟ الاختلاف هو بيتكلم حول الاختلاف عدم التوافق الفلسطيني كان موجودا في فترات سابقة ولكنه يضعف، لكن هذا الضعف يؤثر على تفاعلاتك مع الطرف هو الآخر. هو لم يقل هكذا كما فهمت، هو قال أن عليك يضعفنا داخليا، هو يضعفنا داخليا، وأنه كان موجودا من قبل هذا الانقسام في 2007. أنا أتفق وإسرائيل معاه. لم تلبي أي دعوة أنا أتفق معاه في الجزء الأولاني أن هذا الانقسام كان موجودا ولم يؤدي إلى تحريك العملية التفاوضية أو الاستجابة الإسرائيلية من جانب المبادرات التي طرحت خلال السنوات العشرين وقبل الانقسام أيضا، وقبل أن يقع هذا الانقسام. لكن أنا أتحدث عن التأثير المضاعف للانقسام الداخلي في التعامل مع، لأن مشكلة المشكلة الفلسطينية مزدوجة، مشكلة خاصة بأنها هي حركة تحرر وطني تريد أن تستعيد أراضي تم اغتصابها من قوة استيطانية عدوانية محتلة. لكن المشكلة هنا الاختلال مرتبط في الداخل، واختلال أيضا مرتبط في موازنات أو علاقات قوة إقليمية ودولية، وبالتالي ده بيؤثر بدرجة كبيرة حول أولا أن تكون لدينا كتلة داخلية متحدة حتى فيما يخص خيار المقاومة. النقطة الثانية أن حتى يتم تغيير هذه الموازين من خلال المقاومة، الطرف الذي يدعو إلى الجلوس مرة أخرى مع الإسرائيليين هو الطرف الفلسطيني، بعد أن يتم تدمير البنية التحتية، بعد أن يتم إضعاف البنية التسليحية، وبالتالي المسألة ترتبط بكيف يمكن السير في عدة مسارات. في مسار أولي من وجهة نظري قائم حول الانقسام الداخلي، لأنه واضح أن هذا الانقسام الداخلي مش على أساس تحرر أمواجة إسرائيل، ده قائم حول صراع سلطة محدد أو فرض رؤى أو فرض رؤى محاولة فرض، ما هو جزء منه حركة ستامر مرتبط برؤية فصيل مختلفة عن فصيل آخر. صحيح. فأوضاع داخلية وشأن
او شؤون اقليميه مرتبط بعلاقات دول مركزيه رئيسيه في الاقليم، او حتى مرتبط بفكره التعامل مع الطرف الاخر اللي انت هتخش معاه في عمليه تفاوضيه. هنا اتوقف، بقى لي دقائق ثلاث، اتحدث هنا عن بدايه هذا الحوار. بعد كل هذا الشرح وكل هذا التحليل، كيف لمصر ان تكون فاعلا في هذه الازمه الداخليه في ظل وجود فلسطين تحتها من الفاعلين ايران، قطر، ما كان من سوريا وتركيا ومصر ومن يلف لفها في هذا التوقيت. مصر تصارع اقليميا من اجل حل ازمه اقليميه، كيف لها في ظل ما افرضناه من بدايه هذا الحديث حتى الان؟ في عده مسارات، في مسار قايم حول دعم الوفاق الحمساوي، واعتقد اليومين القادمين بشدوا تفاعلات ودعوه القاهره لبعض العناصر الحمساويه للتوافق حول كيف يمكن تدعيم هذه الحركه اللي هي تمثل عمود القيمه بالنسبه للحركه الفلسطينيه على الاقل بالنسبه في. ولهذا استبقت قطر واستضافت عدد من القيادات ام انها تسير في نفس التوجه؟ قطر قيادات حماس طبعا، قيادات حماس، لان جزء من التحرك القطري قائم حول كيف يمكن قطع الطريق على مصر هي وتركيا بدعم مالي محدد لإفساد المحاولات الفلسطينية لاعتبرت عديدة، مرتبطة بتدعيم المكانة القطرية، مرتبطة بدعم فصيل هي كانت تراهن عليه لكن سرعان ما تصدع في دول أخرى في الإقليم، جزء منه متوافق مع أجندة قوة لديها خلافات أيضا مع القاهرة وهي الرؤية التركية. لكن هناك مسار آخر بالنسبة لمصر غير الوفاق الحمساوي الداخلي، مرتبط بالدعم المصري الأردني لكيفية إجراء إصلاحات داخلية تستطيع من خلالها القتلة الفلسطينية من جانب فتح أو حماس، للدعوة لمنظومة تغييرات مرتبطة بالشأن الفلسطيني ككل. حماس وقطر وتركيا كانوا داعمين لإجراء انتخابات بلدية، مصر تتحدث عن تغيرات أولا داخليا في صفوف القوة الرئيسية داخل فتح، يعقبها وفاق ما بين فتح وحماس، ثم منظومة إجراءات ترتبط بإجراء انتخابات رئاسية، إجراء انتخابات برلمانية، ثم إجراء انتخابات محلية، لأن التخوف المصري ويصورها في ذلك عواصم عربية عديدة المهتمة بالقضية الفلسطينية، السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن، لا سيما حتى لا يؤدي ذلك إلى إعادة استنساخ تجربة ما قبل 2006 ويؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي الفلسطيني، ويؤدي إلى التباعد ما بين أرقان اللحمة الفلسطينية، ويزيد من التباعد من خيارات التسوية الداخلية. سعدت بلقائك دكتور محمد عز العرب، وأنت الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشكرك على هذا اللقاء، وأشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام. هذه نقطة ختامنا في هذا الحديث الذي بدأ بالحديث عن كلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وثوابت مصر فيما يتعلق بالأزمة السورية والأزمة الفلسطينية، بدأنا سوريا وانتهينا فلسطينيا. أشكركم على هذه المتابعة، سلام الله عليكم.